بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده عن الـ Comparative of Liver. هناخد الليفر في الـ Different Domestic Animal، هناخده في الهورس، هناخده في الأوكس، هناخده في الشيب، هناخده في البيج، وهناخده في الدوج. فده الشكل بتاع الليفر اهو، ده الليفر هورس، ليفر هورس، ليفر أوكس، ليفر بيج، ليفر شيب، ليفر دوج. أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي الليفر هورس، اللي هو الليفر ده. فالليفر هورس عندي قلنا في عدد اللوبس اللي عندي بيبقى عباره عن 5 لوب. عند اول لوب عندي اللي هو ده الكوديت بروسيس، كوديت بروسيس، الرايت اند ديفايدد، الرايت اند ديفايدد، كوادريت لوب، كوادريت لوب، ليفت ميديال وليفت لاترال. لما نيجي نعدهم ادي 1 كوديت، 2 الرايت كوادريت، 3 ليفت ميديال، 4 والليفت لاترال، 5 الجول بلادر ابسنت، الجول بلادر ابسنت. يبقى ده الليفر بتاع مين؟ بتاع الحصان. بعد كده عندي ده الليفر بتاع الاوكس، الليفر بتاع الاوكس بيبقوا برضو 5 لوب، بيبقوا 5 لوب. عندي ادي الكوديت، 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 رايت اند ديفايدد، كوادريت، ليفت اند ديفايدد. من عند ادي الكوديت، رايت، كوادرت، ليفت، وادي البابيلاري، وادي البابيلاري. انا عندي الخمسه موجودين سواء كان كوديت وبابيلاري، والرايت والليفت بيبقوا اندفايدد. يبقى ده الكوديت بروسيس، رايت لوب، كوادرت لوب، ليفت لوب، بابيلاري بروسيس، وديك الجول بلادر، وديك الجول بلادر. ده الليفر بتاع الاوكس، ليفر اوكس. عند بعد كده ده الليفر بيج، الليفر بيج، عدد اللوبس في الليفر بيج بيبقوا 6، عدد اللوبس في الليفر بيج بيبقوا 6. شكل الليفر بتاع البيج بيبقى مميز قوي عن اي حيوان تاني، بيعمل زي السفنجه بالظبط، لان بيبقى هايلي كونكتيف تيشو، في كونكتيف تيشو بنسبه عاليه قوي عن الحيوانات التانيه، بيبقى عامله زي السفنجه بالظبط، شكل السفنجه. عندنا 6 لوبس من الليفر. عندي اول لوب اهو ده الكوديت بروسيس، الرايت بيبقى مقسوم لرايت لاترال ورايت ميديال، وادي الكوادرت والليفت ميديال والليفت لاترال، البابيلاري ابسن. يبقى انا عندي ده الكوديت بروسيس، رايت لاترال، رايت ميديال، كوادرت لوب، ليفت ميديال والليفت لاترال. ده الليفر بتاع البيج. الليفر بتاع الشيب زي الاوكس، زي الاوكس بالظبط، 5 لوب برضو. عندي ادي الكوديت بروسيس، الرايت اند ديفايدد، ادي الجول بلادر عندي اهي، ده الجول بلادر، ده الكوادريت، ده الليفت اند ديفايدد، وده اللي هو الايه؟ البابيلاري. يبقى عندي ده البابيلاري لوب، كوديت بروسيس، كوديت بروسيس، رايت، جول بلادر، كوادريت لوب، والليفت لوب. ده الليفر بتاع الشيب. الليفر بتاع الدوج، الليفر بتاع الدوج بيبقى عندي 7 لوب، 7 لوب، كل اللوبس موجوده في الليفر بتاع الدوج. عندي ادي الكوديت، ده كده الكوديت بروسيس او الكوديت لوب، ده الرايت، يبقى ده الكوديت، ده الرايت لاترال، رايت ميديال، بين الرايت ميديال والكوادرت في جول بلادر، تبقى منغمس اهي، ديك الجول بلادر. بعدين ده الكوادرت، وبعدين الليفت ميديال، ليفت لاترال، وادي البابيلاري. نيجي نعدهم اللي هم 7، ادي 1 2 3 4 5 6 7، هم بقى السبعه. ادي الكوديت بروسيس، رايت لاترال، رايت ميديال، كوادرت، ليفت ميديال، ليفت لاترال، بابيلاري، والجول بلادر في النص اهي جوه منغمسه، ما بتنزلش عند الايه؟ على نهايه الليفر. يبقى ده الليفر بتاع الدوج 7 لوب، الليفر بتاع الشيب 5 لوب والجول برادر موجوده، الليفر بتاع البيج بيبقى هايلي كونكتيف تيشو عددهم 6 لوب، الليفر بتاع الاوكس 5 لوب، الليفر بتاع الاوكس بيبقوا 5 لوب كله موجودين بس الرايت والليفت اند فايد والجول برادر موجوده، الليفر بتاع الهورس بيبقى نفس الكلام عندي 5 لوب والجول برادر ابسنت، بس البابيلاري هو اللي ابسنت والرايت بيبقى اند فايد. كده بقى احنا عرفنا شكل الليفر في الديفرنت انيمال بالاجزاء بتاعته.